النهارده ان شاء الله جلابيه كبيره بالشكل ده. احنا هنقصها وهنصغرها وهنعيد تدويرها لجلابيه اطفالي، شكلها شكل مميز جدا. طبعا الكلام ده انا بعمله للناس اللي هم المبتدئ، اللي هم مش يعني مش ما عندهمش الجرأة ان هم يشتروا قماش كده في الاول. فاحنا بنقول لو عندك او عندك جلابيه مثلا كبيره زي كده مركونه، تمام، طبعا ممكن حضرتك تجربي فيها وتصغري وتشوفي الاخطاء بتاعتك او الاخطاء بتاعتك وتعدلها مره تانيه. وطبعا ده يعتبر درس مفيد جدا، اتمنى ان انتوا تتابعوه بتركيز طبعا. وايه مهم جدا ان انا اقول لكم في الاول ان انتوا تتابعوا الفيديو للاخر، علشان فيه كل حته في الفيديو بتكون فيها فايده كبيره. طبعا في البدايه كده دي مقدمه، بعد كده طريقه القص واحده واحده، بعد كده هنخش ان شاء الله ونقفلها على المكنه مع بعض كده، وان شاء الله ونشوف الشكل النهائي مع بعض، الشكل العام بيبقى عامل ازاي. هتلاقوا حاجه جميله جدا، اتمنى المتابعه لنهايه الفيديو ونبتدي الشرح مع بعض. هنبتدي ان شاء الله باذن الله هنا، انا هقص الاجنحه، هطلع الصدر لوحده والظهر لوحده والكمام لوحدها، هطلع الحاجات دي من بعضها كده بسرعه، واخلع الجيب ده عشان كده كده هصغره واعمل جيب صغير بسرعه، اعمل الحاجات دي وارجع لكم تاني على طول كده. طبعا عزلت انا الصدر اهوت، فكيت الصدر خالص وعزلته على الظهر خالص، والكمام بتاعي طبعا بالشكل ده. انا بقى اسرع الفيديو علشان الوقت بس ما يطولش عليكم. هشيل الجيب ده وهشيل البامبا دي، تمام، وهبتدي معاكم الشرح برضه على طول. فكيت البامبا اهوت انا زي ما انتم شايفين، وطلعت الجيب. الملحوظه اللي هنا ان انا بحب انبه ليها، ان انت وانت بتفك الجيب هنا بتبقى تثبيته جامده الفرماتوره كده، وانت بتفك تفك بالراحه، كذلك هنا برضو فك بالراحه علشان الجلابيه ما تتقطعش وتعمل معاك المشكله. طبعا انا بجيب على نفس الفتحه بتاعت البنده دي، واحاول ان انا اشتغل عليها مره تانيه بحيث انها تساعدني في الطول بتاعها. هعمل هاتني جلابيه كده بالشكل ده الصدر، و زي بعد ما هنيت بالطريقة دي كده هشوف الطول بتاعي اللي انا عاوزه كام سنتي. الطول بتاعي انا عاوزه 115 سنتي. المقاسات بتاعت الجلابية كلها اصغرها على الشاشة قدامكم كده مرة تانية، اكتبوها في ورقة عندكم بحيث وانا شغال كده تتابعوا المقاسات وتتابعوا الشرح. بالنسبه لاخواتنا المبتدئين طبعا الشرح سهل وبسيط، كل اللي مطلوب منكم ان تتابعوا للنهايه فقط لا غير، وتشوفوا الشكل النهائي. اول حاجه ان شاء الله هتلاقي حاجه تعجبك، يعني فضل مقاس الكتف بتاعي اعرف المقاس بتاعي قد ايه واحاول اطبقه هنا. المقاس بتاعي هنا في السفره بتاعتي، 35 سنتي، قول 36 سنتي، نصهم كام؟ يبقى 18 سنتي. هقيس 18 سنتي، تمام، وهعمل علامة كده اهي لبداية مقاس الكتف بتاعي، تمام. بعد كده بعمل سقوط الكتف عندي هنا، بعمله حوالي 4 سنتي. الجلابية دي صغيرة، تمام، وبشد المسطرة كده بتاعتي اهو، بطلع على ما فيش بالطريقة دي كده اهو بالشكل ده مع بعض واحدة واحدة، شوية تركيز. بعد كده على فكرة طريقة قص الجلابية هي نفس الوضع زي ما انا شغال كده، انا بعمل اعادة تدوير لجلابية. لو انت برضو جايب قماش وعايز تقص الجلابية هي نفس الطريقة، تمام. بعد كده انا بعمل سقوط بتاع الجيرو كم بتاعي، بعمله حوالي 17 سنتي. ده بيبقى تبع مقاس الشخص اللي قدام مني. الجلابيه دي صغيره طبعا، لو حد كبير بيوصل لحد 22 سنتي عادي على حسب الشخص اللي قدامك او قدامي. بعد كده انا عايز مقاس الصدر بتاعي، حوالي 40 سنتي، ال 40 سنتي، تمام، مقاس الصدر بتاعي 40 سنتي. عندي هنا زي ما قلنا
الوسع بتاعي بتاع الوسع بتاعي بتاع الصدر هعمله 22 سنتي اهو بالخياطات كمان. بعد كده هاخد الجيرو بتاع الياقة بتاعي هعمل هنا حوالي 5 سنتي العرض ده اهو في 5 سنتي ونص السقوط ده. وطبعا انتوا عارفين ان احنا بنشد خط كده ونشد خط كده وندور الدوران بتاعنا بس عشان القلم ما يعلمش في القماشة ويبان على الوش من الناحية التانية هعمل بالطريقة دي زي ما انا دورت كده الدوران بالشكل ده تمام. طيب باجي هنا وانزل بالقلم كده بالشكل ده انزله عدل اهو كده زي ما قلنا طريقة قص الجلابية نفس زي ما انا شغال كده بالظبط طبقوا الكلام ده. انت بتقص قماشه زي برضو وانت بتعيد تدوير الجلابيه او بتعيد تدوير جلابيه قديمه مره ثانيه. ده هو ده هنا باجي بالشكل ده كده واطلع كده باجي هنا اهو نقطه مهمه برجع لورا كده لجوه حوالي سنتي او سنتي ونص بالشكل ده باجي بالقلم كده وارجع كده ادخل لجوه كده لحد هنا شوية اللي باقيين دول بحاول ان انا اخدهم تدوير بالشكل اللي قدامكم دوت. الدوران بيبقى بدور بالريجة دي على حسب الجيرو على حسب العدلة اللي قدام مني يعني هنا انا بعملها على مرتين اهو زي ما انتم شايفين علشان خاطر الجلابية صغيرة والدوران يطلع كويس ومظبوط. بعد كده بقيس الطول بتاعي المرحلة اللي بعد كده الطول بتاعي زي ما قلنا الطول بتاعي 115 سنتي رئيس 115 سنتي طول اهوت 115 سنتي طول من اول الكتف من فوق كده اعلى حته في الكتف ادي 115 سنتي اهو وبسيب بعدها رافيه حوالي مثلا على حسب لو انت عايز رافيه كبيره رافيه صغيره عادي ادي ال 115 سنتي وادي قيمه الرافيه بالشكل ده. هنا النقطه المهمه انا عايز الوسع بتاع الجلابيه بتاعتي من تحت قد ايه. وسع الجلابيه للشاب الصغير دوت انا هعملها وليكن 70 سنتي 70 سنتي يعني 35 و 35 من هنا بدي 35 بالشكل ده وادي علامه تمام. بعد كده انا عندي مقاس تحت شويه بالنسبه للبطن وبالنسبه للهنش علشان الجلابيه ما تطلعش ضيقه وتطلع واسعه من عند البطن كده تمام بعملها ازود شويه اقلل شويه عفوا من هنا 22 بعملها بنفس الميل اهوت وانا نازل بوسع شويه بالطريقه دي تمام. هاجي كده اهوت بالمسطره علشان برضو الدنيا معايا تبقى مظبوطة او علشان كل حاجة تبقى ايه ماشية مع بعضها. هاجي في الجزء الاولاني من تحت من الديل ده واطلع عدل كده حوالي بتاع 10 سنتي او 15 سنتي. بعد كده ببتدي مهم جدا العدل ان انت تقص عدل في الحتة الاولانية دي. بعد كده بطلع كده واطلع بميل واجي من فوق برضو كذلك برضو من هنا بميل او الافضل ان انا اجيب الرجلة التانية واشتغل بيها ادي الرجلة التانية اهي بجيبها كده بالشكل ده واشيلها احطها هنا كده واحاول ان انا ادور الدوران بتاعي بالشكل ده اهو اجيب كده الشغل كده وطبعا بالشكل ده كده وهاجي هنا اقلب الريجه الناحيه الثانيه بالشكل ده علشان خاطر انا عايز الوسع معايا. هنا الجلابيه اسمها صغيره انا بضطر ان انا امشي بالريجه على هواء على راحه الجلابيه بتاعتي اللي معايا وعلى هواء تمام بالشكل ده اهو شفت رختها على كام مره على 3 مرات. اما لو جلابيه كبيره الطريقه هتختلف وهتبقى اسهل من كده كمان. طيب هنا عندي مقاس السيالة بتاعتي هديله علامة قبل ما اقص
ادي العلامة بتاعت مقاس السيالة، هعمله مثلا وليكن 15 سنتي، والفتحة بتاعتي برضو هعملها وليكن 14 سنتي او 15 سنتي برضو. ماشي كده يعتبر انا الصدر بتاعي خلص، بقي لي حاجة واحدة، الفتحة بتاعت الصدر، التحديد الفتحة بتاعت الصدر هفتحها قد ايه. الفتحة ديت انا هعملها للشخص العادي الكبير بتبقى حوالي 38 سنتي، اما للشخص الشاب الصغير ده هعملها حوالي 28 سنتي اهي، 28 سنتي، قللت 10 سنتي. هقص طبعا بقلب جامد كده على طول، خلاص طالما انت مقاساتك مظبوطة او مقاساتك مظبوطة، قص بقلب جامد على طول كده اهو. انا كذلك زي ما قلنا وضحنا طريقة قص الجلابية الرجالي او السعودي او اي مسمى زي ما انتوا عايزين تقولوا، هي نفس الطريقة كده، بس دي جلابية بقصها جنب واحد، دي جنب واحد يا جماعة، الجلابية اللي انا بقصها دي جنب واحد. طبعا الجلابية في جلابية تانية بتبقى عبارة عن 3 حتت اجناب. ماشي كده انا خلصت الصدر، وطالما خلصت الصدر نسبة كبيرة أوي، نسبة مثلا بنسبة 90% أنا خلصت قص الجلابية. الشكل العام أهو قدامكم، الشكل العام كده، ولو عايزين نلفه كده عشان يبان معاكم أهوت. ماشي هاجي أحط الظهر بتاعي على طول، هتنيه كده برضو من النص بالشكل ده أهو. طبعا الطريقة دي في القص دي تعتبر طريقة سهلة جدا، انا بقص بأسهل طريقة ليكم علشان خاطر ما تتضايقوش، او علشان خاطر المعلومة توصل لكم واحدة واحدة. طبعا انا بطلع الصدر فوق كده على الظهر، ولو في زيادة كده بخليها من تحت من الحتة العريضة دي عشان استغلها اي حاجة، اعملها سيالات، اعملها ياقة، اعملها بندر، من اي حاجة دي هتنفعني جدا. شلت دي كده وجيت قصيت على الصدر على طول كده، قصيت الظهر على نفس الصدر بالشكل ده اهو. بالشكل ده زي ما احنا ماشيين كده. طبعا في يعني واحد زميل من المتابعين بتوعي بيقول لي احنا بنشوف الجماعة اللي بيورونا الشرحات دول على اليوتيوب، بنلاقي الشكل العام النهائي ما بيبقاش زي الشكل العام بتاع الجلابية اللي احنا شارينها من المحلات وكده. طبعا الشكل العام الراجل اي حد شغال فينا على اليوتيوب بتبقى ناس كلها متميزة وناس حلوة، بس الحاجة اللي جاية لك من المصنع دي بتبقى جاية ليها كذا، دخلت على كذا طريقة تفنيش. يعني انا ممكن اخلص الجلابية واوريك الشكل العام واوريك طريقة، بس ما يعني مش ما يهمنيش قوي ان الجلابيه تكون مكويه، ممكن اوريك الطريقه، انا بوريكوا طريقه شغل وطريقه قص وطريقه كده، ده الهدف من الهدف اللي انا بشرحه، هدف تعليمي يعني. تمام طبعا الجلابيه دي انا مش هعمل لها سفره، هعملها منها فيها مقيس من هنا كده حوالي 4 سنتي ونص، وقيس من هنا حوالي 4 سنتي ونص كده بالشكل ده، وبشد بالمسطره كده اهو الشكل ده كده اهو، خط كده. تمام طيب الفحرة دي انا هجيبها ازاي؟ الفحرة بتاعتي دي انا هجيبها ازاي؟ عايز اعرف اجيبها علشان ما تطلعش معايا كبيرة وصغيرة وكده. طلعت الاول بدي كده اهو، اعذروني بسرع في الشرح شوية بس علشان الخطر الوقت ما يطولش معاكم. بتني دي تانية كده بالشكل ده، الاول من الاخر هنا على هنا، وبدي فرد بالمقص كده. ماشي وباجي اهو بالشكل ده قبل دي كده، وبحاول ان انا ادي علامه كده اهو قبل، يعني دي كده وهي ماشيه كده همشيها عدله اهي، همشيها عدله كده اهي علشان تبقى واضحه ليكم، وهطلع فوقها بس يا دوب نص سم كده، وهدور الدوران بتاعي بالشكل ده. ماشي وهقص كده اهو بالشكل ده،
هاتني الكتف كده هلاقي الدنيا معايا زي الفل زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده كده. يبقى انا خلصت الجزء المهم جدا في الجلابيه اللي هو الصدر والظهر. هقيس بس الجيرو بتاعي اشوفه كام سنتي علشان وانا بقص الكم اقص الكم عليه اهو كام سنتي، طلع 22 سنتي كده. خلصت الصدر والظهر، هجيب الكمين معايا، ادي الكمين بتوعي بالشكل دوت القدام، هفتحه برضه بسرعه. طبعا مرحله الكم اللي هي باقيه معانا، هقيس الطول بتاع الكم بتاعي. الطول بتاع الكم بتاعي 48 سنتي، ادي 48 سنتي، وبسيب طبعا بعمل حساب تاني الكم حوالي 3-4 سنتي على حسب ما انت عايز او عايزه. بعد كده بخش على الكم بتاعي، باجي عند الترومبه بتاعتي من فوق على حته في الكم، وانزل حوالي بالظبط كده حوالي 7 سنتي، ادي 7 سنتي، وبحاول ان انا ادور الدوران بتاعي بتاع الكم بتاعي بالشكل ده، احاول ان يكون الدوران بتاعي بالشكل ده علشان خاطر الدنيا تظبط معايا. ادي كمان شويه اهو بالشكل ده ماشي. بعد كده بحاول ان اجيب الدوران بتاع الكم بتاعي بالشكل ده اهو. زي ما قلت لكم الجلابيه صغيره، فبحاول اخد الريجة على كذا مرة بالشكل ده، يطلع الكم معايا بالشكل ده. طريقة قص الكم ده غير الكم التاني خالص. وبحاول ان انا اشوف عرض دراع الشاب اللي قدامي او الطفل قدامي ده قد ايه. انا عن نفسي عندي 13 سنتي، وادي سنتي خياطة ب 14 سنتي، وبطلع بدي كده، وبجيب من تحت برضو بسع ايده من تحت حوالي 13 سنتي. ادي ال 13 سنتي اهم، انزل بالشكل ده اهو كده. انا خلصت الكم بتاعي وطلع بالشكل ده اهو، بدور الدوران بتاع الكم بتاعي بالشكل ده كده اهو، وبنزل بالكم بتاعي واسع الكم بتاعي، بخلي واسع جوه برضو بحيث اي يزيد شويه بتاع اي حاجه اي ثغرات الكلام ده يكون معايا. بدي فرصة نص الكم علشان عند ما اجي اركب الكم كده. انا خلصت الكم بتاعي وخلصت الصدر والظهر معايا، باقي لي بس حاجات بسيطة اللي هي البنطة الخارجية والبنطة الداخلية والياقة. طبعا الحاجات دي كلها سهلة بسرعة كده على السريع اهو. هطلع معايا ديت وش وظهر اهيت، وليكن هعتبرها ان هي الياقة، خليها الياقة علشان هي من ناحيتين وش وظهر، وهوريكم نلزقها ازاي. باقي معايا السيلتين والبنده، عايز سيلتين والبنده تمام. هجيب السيلتين بتوعي بالشكل ده كده مع بعض اهوت، تندي كده عشان اطلع السيلتين، ورحت جايب دي كده. وبالنظر كده الحاجات دي كلها احنا بنبقى متعودين عليها وبنبقى فاهمينها وحافظينها. بالنظر كده بقيس مثلا حوالي السيالة العادية الطبيعية بتبقى حوالي 38 سنتي، وليكن انا هطلع ديت حوالي 28-29 سنتي اهي، وبدور الدوران بتاعي كده واعملها سيالة عادية بالشكل ده اهي كده. خلصت السيالة بتاعتي اهي كده، باقي لي البنطة بس خارجية والبنطة الداخلية. هشوف اي حته عندي بالشكل ده زي ما قلت لكم، بسرع يعني في الشرح شويه بس يعني انا متهيألي كل حاجه واضحه، مفيش حاجه صعبه. مهم جدا ان انتوا تتابعوا الفيديو للاخر، مهم جدا ان لما تمسك حاجه في الشرح تحاول تشوف الشرح لحد النهايه، بحيث ان انت تحاول تطبق الحاجات دي وتشوف الحاجات دي فادتك او فادتك ولا ما فادتكيش. يعني بعد ما تطبقوا الشرح كده تتابعوا الفيديو للاخر وتطبقوا الشرح وتشوفوا الحاجات فادتكم ولا ما فادتكمش، ولو في اي ثغره او في اي حاجه انت مش فاهمها او فاهمها سيبوا لنا تعليق كده وانا هرد عليكم مباشره. كده خلصت انا كل حاجه، باقي لي الجيب بس الصغير، بشوف اي حته قماشه كده اخر حاجه معايا وبقص كده اهوت بالنظر علشان خاطر انا يعني
بعمله الجيب، الجيب الصغير ده بيبقى مش زي الجيب الكبير طبعا، وبتشكل فيه اي شكل انت عاوزه، مش هيزعلك حاجه، خليه بس بالجهاز ده كده. واحنا هنشوف هنطعمه ازاي وهنعمل فيه ايه. طبعا هنطلع في الاخر، هتوريكم الجلابيه اللي هنطلعها في الاخر بعد ما نخلص كده، هتلاقوا جلابيه يعني انتوا مش هتصدقوا ان الجلابيه دي طالعه من القماشه اللي احنا قعدنا تدويرها مره تانيه دي. طبعا هتكملوا معايا وتابعوا بقيه الشرح، وهنشوف الجلابيه او الشكل العام هيطلع في الاخر ايه. بعد حضرتك كده بعد ما قصينا التوب ده، هنبتدي ان احنا نقفل ونشوف الشكل العام بتاعنا. طبعا التوب ده الجلابيه دي انا هعملها جلابيه لتخت، لازم اعمل فيها يعني شكل يكون حلو كده. بركب عباره عن بيه كده زي ما بنقول بالشكل ده، وبنحاول ان احنا نرده كده تاني علشان الشكل بتاعنا. انا عايز اعمل شكل جلابيه حلو يكون للطفل كده شكل حلو. طبعا انتوا عارفين الاطفال بتحب الحاجه يكون لها شكل ولها منظر. بعمل كمان واحده زي اللي انا عملتها دي علشان الشكل بتاعي يبقى جميل. طبعا الناس اللي ما شافتش الفيديو بتاع قص الجلابيه دي طبعا يعني فاتها كتير، لازم ان انت تجيب الفيديو من الاول للاخر وتشوف معانا طريقة تحويل جلابية كبيرة قديمة إلى جلابية أطفال روعة يعني، أو ممكن نقول طريقة إعادة تدوير جلابية كبيرة إلى جلابية صغيرة، إعادة تدوير مرة أخرى. كل المسميات دي ماشية معانا، المهم في الاخر ان احنا نوصل للشكل الكويس. كده يعتبر انا عملت الشكل المطلوب اللي انا عايزه. هبتدي بقى ان انا اركبه على البندق علشان اشوف الشكل العام شكله ايه. هاجي هنا واحط الوش في الوش كده، وهاخد خياطة مكنة عادية كده بالشكل ده اهو، تكون ايديا مظبوطة وما تكونش مايلة يمين او شمال. طبعا عرفنا ان طول الباندا بتاعتي هناك كام، علشان برضو طول الباندا بتاعتي هناك الفتحة يعني حوالي 28-29. بعمل دي كده واجيب لحد هنا، اوقف لحد الفتحة اللي هناك اللي انا قصصها في الجلابيه، وباجي هنا بالشكل ده واقوم جاي عامل دي كده وادخلها جوه اهو، واعمل حساب حوالي نص سنتي كده عشان يديني شكل حلو اهو بالشكل ده كده. وبعمل بونت زي بونت تشيمه كده على البنده، انا بخيط كله بخيط واحد عادي اهوت. انتوا عايزين تغيروا الخيط عادي مفيش مشكله، ولو عايزين تطبقوا الموديل ده على جلابيه كبيره لشخص كبير مفيش مشكله خالص، معندناش اي مشكله. بفتح دي كده واشيل الزياده اللي هنا علشان ما تضايقنيش او تعمل لي مشكله، واشيلها للاخر كده وارجع اكمل ادوس على البنده بتاعتي بالشكل ده اهو، واخلي المساحة المسافة بتاعتها يعني حوالي 2.5 سم 3 سم بالشكل ده، واحاول ان انا اخد الاتنين مع بعض يبقى الشكل حلو. طبعا الحاجات دي بتتعمل على جلابيه كبيرة عادي، الموديل ده لو عايز تنفذه جلابيه كبيرة عادي خالص مفيش مشكلة، بس تنفذه يعني يكون بجودة أكتر من كده كمان. احنا طبعا دي جلابية طفل فعادي يعني بنعملها، المفروض إن أنا كل حاجة أعملها أقوم أكويها، والمفروض بحيث يبقى الشكل العام في الآخر كده زي ما أنتوا عايزينه زيادة شوية. أنا هنا بنقدم الشرح بس بحيث تاخدوا الطريقة وتنفذوها مع بعض بالشكل ده كده أهو. وباجي هنا
تحت شويه وبخش هنا اشيل من تحت شويه بالطريقه دي، وبعمل بيه زي سبعه كده اهو ميل بالطريقه دي علشان خاطر لما اجي اعمل الميل بتاع البمبه ما يزعلنيش او ده. هجيب الصدر بتاعي وبركب البمبه بتاعتي بالشكل دوت قدامكم زي ما انتم شايفين. باجي هنا مسايب نص سنتي، بخش كمان جوه نص سنتي وبمشي بالمكنه بتاعتي. كده هركب البنطة الصغيرة بالشكل ده كده على طول اهو. كده انا ركبت البنطة، طبعا كل الناس حبايبنا اللي بيتابعوا الفيديو ما يعني ما ينسوش طبعا، او يخليهم واخدين بالي من الكلمة اللي انا قلتها ان هم يتابعوا الفيديو للاخر علشان المعلومة توصل لهم كاملة. وشكرا للناس كلها اللي بتشكرنا على اليوتيوب على الشروحات بتاعتنا. بلاقي ناس بتقول لي والله انا يعني اعتبر انت احلى واحد بتشرح على اليوتيوب، بلاقي واحد تاني يقول لي اشرح لنا كذا كذا علشان خاطر احنا مش هنفهمها غير منك انت، شرحك سهل وبسيط وكويس. كل الحاجات دي بتدينا دفع ان احنا يعني نقدم المزيد ونحاول ان احنا نكون عند حسن ظنكم ونحاول ما ندخلش عليكم باي حاجه. طبعا الناس طبعا اللي بتتفرج على الفيديو من الاول للاخر اما الاقي يعني شوف المشاهدات قد ايه، طبعا اتفرج على الفيديو من الاول للاخر وطلع ونسي يدي لايك للفيديو. ليه كده؟ ليه كده؟ حاول تخليك فاكرنا زي ما احنا فاكرينك او فاكرينك برضه. اللايك بتاعكم مش هتخسروا حاجة، اللايك بتاعكم بيدعمنا ويدعم الفيديو ويخلي الفيديو ينتشر وناس كتير تشوف، احنا نستفاد احنا كمان زي ما بنحاول نفيدكم حاولوا كمان انتم تفيدونا. اللايك وانت بتتفرج كده مش هتخسر حاجة يعني. والناس اللي مش مشتركة في القناة طبعا أول مرة تشوفنا متنساش طبعا تشترك في القناة يعني وتفعل زر الجرس علشان احنا بننزل شروحات شبه يومية علشان مفيش حاجة تفوتكم خالص من الشرح بتاعنا. زي ما احنا ماشيين اهو باجي في الحتة الأخيرة دي وبعمل سبعة كده على نفس الميل برضو اللي انا واخده. هنا في الحتة دي لازم ناخدها بالراحة كده علشان تطلع معايا تبقى مظبوطه بالشكل ده. ده الشكل العام بتاع البند اهوت. وطبعا جه ابني طلب سوسته كمان قال لي عاوز سوسته اعمل لها سوسته بدل الزراير، قلت له ماشي عملت له سوسته كمان ليها اهي بقت تفتح بسوسته كده بالشكل ده وتقفل بسوسته. ونركب له برده زراير برده ليها عيره كده فوق تدي شكل برده في نفس الوقت. طبعا نكمل شرحنا، احنا كده خلصنا الصدر، عندنا الياقه وعندنا كتف وعندنا الكمام مع بعض. طبعا احنا بنحمل في الياقه هنا زي ما عملنا في الصدر بالظبط بحيث الشكل يبقى ماشي مع بعض، الياقه والصدر الاثنين مع بعض. خلي بالنا من حاجه مهمه، الميل طالما عملناه لبره كده اللي هنا هنعمله لبره برضه علشان خاطر يبقى ايه الشكل العام ماشي مع بعضه، متكونش واحده الميل كده والميل التاني عكس. نكمل الياقة مع بعض اهو،
اعرج الزياده دي. هنا طبعا نحاول بعض الحاجات البسيطه علشان الفيديو ما يطولش، بحاول ان انا اقصر بحيث الفيديو يبقى ايه ما يطولش قوي عليكم. هنا انا بحضر الياقه كده، والتحضير بتاع الياقه هنا يعني انا ما بدوس على الحشو خالص نهائي، عشان لو دوست على الحشو مش هيقلب اصلا معايا. البق كتف كده اهوت على طول زي ما انتم شايفين. طبعا بعد ما طبقت كتف طبعا زي ما احنا متعودين او انا معودكم عندي على طول بقيس الجيرو على قد الياقه، بلاقي الدنيا تمام خلاص فبرك ركبت كمام وسرفلتها. بعد كده بقفل اللجنات بالكراره دي، وزي ما قلت لكم انا بحاول اخلي الفيديو يبقى قصير عليكم ما يبقاش طويل قوي علشان وقتكم. دي فتحه السياله، بقف لحد كده فتحه السياله، اعمل نط بالمكنه كده اسيب 15 سنتي ونط بالمكنه بالشكل ده اهو، وانزل على ما فيش بالشكل ده كده، افتح الفتحتين بتوع السياله وهاتم السياله من هنا واحده كده ومن هنا واحده كده، واقطع الفتله دي والفتله دي وهرف السيالة ديت. السيالتين دول هتنيهم كده، هاتنا السيالتين. هركب الياقة بتاعتي، وانا بركب الياقة بعمل فورد كده في النص، علامة كده في النص عشان الفورد ده يقابل الفورد اللي في الياقة، الياقة بتاعتي تبقى مظبوطة. بركب الياقة بتاعتي كده نص سنتي سايبه، باخد عليها نص سنتي عريضة طوالي اهو بالشكل ده. كده ركبت الياقة، هرد الياقة كده تاني، هردها بالشكل دوت عشان تبقى شكلها حلو. رديت الياقة اهوت، وانا برد الياقة كده خلي بالي تبقى الياقة الرد مظبوط، وش زي الضهر. واجي هنا واتبت الياقة كده بتاعتي كده، اعتبر الجلابية معايا تعتبر شبه خلصت. الشكل العام بتاعها هيبقى جميل كده، الشكل العام اهو قدام زي ما انتم شايفين بالشكل ده. الجلابية شكلها حلو ونطقة وجميلة. هسرفل اللجناب ونركب السيالات ونخفي الديل وكم، ويبقى كده خلصنا. ونشوف الشكل العام النهائي بتاعها على البنك، حاجة كويسة جدا يعني.